جزيرة كلها بنات وأي واحد يوصل إلهم رجل يذبحونه. فوصل إلهم كابتن بعد ما غرقت السفينة مالته قالوا محجاية خلتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ ما يذبحون شيء عدها ما أعرف ما تعرف؟ زين طين حجور أنت للجمهور. يلا مرة لا مو مرة، ثلاثة أشخاص عبروا على جسر. الجسر الأول واحد شافه عبره، والثاني لا شافه وعبره، والثالث لا شافه ولا درى. بك تجاوب؟ لا. جاوب علي؟ لا ما إن شاء الله الجواب باكر، خلي جمهوري أو متابعيني يشوفون الجواب على الحلقة الثانية. شكرا. السلام عليكم. الله يعطيك الصحة والعافية. اسأل كمامة، اسأل كمامة. عندي حزورة إذاك تجاوب عليه، وإذا ما جاوبت عليه أنت انطيني حزورة حتى متابعيني ومشاهديني يجاوبون عليها. جزيرة كلها بنات وأي واحد يوصل إلهم زلمة يذبحونه، يعني مثل ذولا بالأمازون أي واحد زلمة يوصل يذبحونه يكرهون الزلم. فبحار وصل إلهم صار ذكي قالهم حكاية خلتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ شنو قالهم؟ إيه حزورة حزورة حزورة. جزيرة كلها بنات أي واحد يوصل لهم زلمة يذبحونه، وصل لهم بحار قال لهم حكاية ما خلتهم يذبحونه. شنو قالهم؟ شلون أعيد السؤال؟ حزورة جزيرة كلها بنات أي واحد زلمة يوصل لهم يذبحونه، وصل لهم زلمة قال لهم حكاية ذكية خلتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ قال لهم أرد أعيش وأشوف الوادم حالي حال الوادم هاي. لا قاعد قبل لا اموت اشوف البحر. السلام عليكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. عندي حزوره لكم. حزوره هذه جاوبتوها انتم تعطوني حزوره الجمهور ومتابعيني. جزيره كلها بنات واي زلمه يوصل لهم يقتلونه مثل هذول الامازونيات. وصل لهم بحار المسكين السباح كالضوي يقتلوه، بس صار ذكي قال لهم كلمه حكايه خليتهم ما يذبحوا. شنو قال لهم؟ الملك. شنو قال لهم يعني؟ شنو قال لهم؟ شنو قال لهم؟ يلا فكر فيها. السلام عليكم. الله يسعدك حجي، يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. سؤال سؤال حزوره. جزيرة كلها بنات وإذا وصل لهم زلمة يذبحونه، شلون هذول بالأمازون؟ وصل لهم خطية مسكين بحار كالضيد يذبحونه، بس صار ذكي هو لوتي قال لهم حكاية خليتهم ما يذبحوا. شنو قال لهم؟ شنو قال لهم؟ راح أتزوجكم. شنو قال لهم يا ولد؟ شنو قال لهم؟ ها؟ السلام عليكم. الله يعطيك الصحة والعافية. حزورة جزيرة كلها بنات وأي واحد زلمة يوصل يذبحونه، وصلهم بحار خطية تعبان قضوا يذبحونه، بس هو صار ذكي قالوا محشاية ما خلتهم يذبحوا. شنو قال لهم؟ محشاية شنو؟ ما خلتهم يذبحوني. محشاية ما خليكم يذبحوني؟ إيه لا ما خلتهم يذبحوا. ها حجي لا مو ها مو شنو قالهم؟ الله اعلم. الله اعلم قالهم. جزاك الله. السلام عليكم. الله يعطيك الصحه والعافيه. عندي حزور لك تجاوبني عليها. جزيره كلها بنات واي زلمه يوصل لهم يذبحونه، وصل لهم بحار قالوا يذبحونه، بس هو صار ذكي قالوا محكايه خلتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ حجي شنو قال لهم؟ ما عندي ولا معلومه. حجي شنو قال لهم؟ دراك يفكر شوي هسه مو راسه. السلام عليكم. الله يعطيك الصحه والعافيه. عندي حزوره تجاوب عليها. حزوره تقول جزيره كلها بنات واي زلمه يوصل يذبحونه، فبحار كابتن غرقت السفينه مالته سبح سبح وحظه ذبب هاي الجزيره كالضوء يردون يذبحونه، بس هو صار ذكي قالوا محكايه خلتهم ما يذبحوا. شنو قال لهم؟ اتزوجكم كلكم. ما حجي شنو قالهم؟ ما اعرف ما ركز وياك. السلام عليكم. الله يعطيك الصحه والعافيه. عندي حزوره تجاوبني عليها. جزيره كلها بنات واي زلمه يوصل لهم يذبحونه. نعم. وصلهم كابتن كفو اي كفو كفو يذبحونه، بس هو صار ذكي قالهم حكايه خليتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ شنو قالهم؟ خالص بعد ما اعرف. الله يساعدك. شلون الصحة؟ اسلم على امي بمصر، اسلم على خوالي. شنو الحزورة؟ الحزورة تقول جزيرة كلها بنات واي واحد يوصل لهم زلمة يذبحونه. وصل لهم زلمة كابتن كفو يذبحونه، بس قالوا محكاية خليتهم ما يذبحوا. شنو قالهم؟ قالهم ملكاتي.
يلا انت تقول انا وانا اي هاي قلت لك انا. السلام عليكم. الله يعطيك الصحة والعافية. حزورة تجاوبني عليها؟ جزيرة جزيرة كلها بنات، واي زلمة يوصل لهم يذبحونه. فوصل لهم كابتن بعد ما غرق سفينته كفوا يذبحونه، بس هو صار ذكي، قال لهم حكاية خليتهم ما يذبحوا، شنو قال لهم؟ أحب العراق. هو مو عراقي. مو عراقي هو. والله أنا أسوي شلون جاي أحسب حالي أحاسب عندي علام قوم. السلام عليكم. سلام. الله يسعدك. عندي حزورة تجاوبني عليها؟ جزيرة كلها بنات واي زلمة يوصل لهم يذبحونه، كابتن غرق سفينته المسكين وصل لهم قضوا يذبحوه بس هو صار ذكي، قالوا محشاية خليتهم ما يذبحوا، شنو قالهم؟ والله نعم والله سعدك شلونك الله يعطيك الصحة والعافية. عندي حزورة تجاوبها؟ نعم اكيد تجاوبها؟ متأكد. جزيرة كلها بنات واي واحد رجل يوصلها او شاب يذبحونه. جزيرة كلها بنات واي زلمة يوصل لهم يذبحونه. فكابتن غرق السفينة مالته سبح سبح وصل هالجزيرة كضو يردون يذبحونه، لكن هو طلع ذكي قال لهم حكاية خليتهم ما يذبحوا، شنو قال لهم؟ قالوا عظمي لا بعد شنو قال لهم؟ قالوا مال ابني. الحزورة واضحة، زلمة كابتن وصل إلهم ايه؟ بس هو ذكي قالوا محجاية خليتهم ما يذبحوا، شنو قال لهم؟ قالوا مانا آدم ما تجاوب. شنو قال لهم حبوبي؟ شنو قال لهم؟ قالوا محجاية خليتهم ما يذبحوا، شنو قال لهم؟ ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حبيبي. عندي حزورة تحلها؟ جزيرة كلها بنات واي زلمه يوصل لهم يذبحونه، وصل لهم كابتن بعد ما غرقت السفينه مالته كفوا يذبحونه، بس وصل ذكي قالوا محشايه خلتهم ما يذبحوا، شنو قال لهم؟ فكر زين. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك الصحه والعافيه. شلونك صديق القديم؟ هلا 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 باحباب القلب، هلا بالقدامه طيبين. الله يسعدك. الزمن الجميل، الزمن الجمن الطيب. حياك الله. عندي حزورة تجاوبني عليها؟ اسمع. جزيرة كلها بنات الله. وإذا وصل إلها زلمة يذبحونه ايه. فوصل إلهم كابتن بعد ما غرق السفينة كفوا يذبحونه، لكن هو طلع ذكي قالوا محجاية خلتهم ما يذبحوا، شنو قالهم؟ والله اعطيني مجال فكر لأن أنا مو بالي من الحزورة، تفاجأت من الحزورة. يلا ايه. شنو قالهم؟ ايه شنو قالهم؟ قالوا محجاية خلتهم ما يذبحوا. اه حلفهم شنو؟ لا لا ما كنت اجاوب ما ذكر هسه ما يحضرني اجاوب له. الله يحفظك.